بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب أن يقرأ قراءة مرتلة يمكن فيها حروف المد من غير تمطيط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يستحب أن يقرأ قراءة مرتلة. المرتلة معناها الوقوف على كل آية، على كل آية، على رؤوس الآيات. وكذلك المرتلة أيضا يمد فيها الحروف التي هي من حروف المد، كالألف الرحمن الرحيم، والياء الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. لكن المد لا يبالغ فيه مثل ما يفعل بعض الذين يريدون أن يقرأوا بالتجويد ولكنهم لا يحسنونه. التجويد له ضوابط وحدود. ليس معنى المد أنه يمد صوته إلى أن ينقطع، يشق على نفسه ويشق على المستمعين، وإنما يمد مدا متوسطا. هذا هو المطلوب. نعم. ويستحب أن يقرأ قراءة مرتلة يمكن فيها حروف المد من غير تمطيط. حروف المد وهي الألف والياء، استعين، إياك، الرحمن، لكن من غير تمطيط ومبالغة. نعم. ويقف عند كل آية. نعم، هذا هو معنى الترتيب، أن يقف عند كل آية وأن يمد حروف المد. نعم. في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. الله جل وعلا أمر نبيه أن يرتل القرآن ترتيلا، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة مفسرة، يقف على كل رأس آية ويمد الرحمن الرحيم. هكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم. فالترتيل يراد به معنيان: ترتيل بهذا المعنى الذي ذكرنا، والترتيل الذي رتله الله في إنزاله: ورتلناه ترتيلا، أي نزلناه متتابعا، ونزلناه متتابعا. ويراد بالترتيل أيضا التتابع. نعم. لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، ولحديث أم سلمة وأنس. نعم. فصل. ويستحب التأمين بعد الفاتحة. نعم، مما يستحب في الصلاة تأمين بعد الفاتحة، يعني يقول آمين الإمام والمنفرد والمأموم، كل مصلي يقول آمين، سواء قرأ جهرا أو قرأ سرا الفاتحة. وآمين معناها
اللهم استجب، لأن سورة الفاتحة دعاء، كلها دعاء، أولها دعاء عبادة وهو الثناء على الله جل وعلا، وآخرها دعاء مسألة وهو الطلب من الله عز وجل. فإلى قوله تعالى إياك نعبد، هذا دعاء عبادة، ومن قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة، هذا دعاء مسألة. فيقول آمين بمعنى اللهم استجب هذا الدعاء. فهذا من مستحبات الصلاة، ويرفع بها الإمام والمأموم، يرفعان بها أصواتهما، والمنفرد إذا جهر يرفع بها صوته، وإذا أسر يسر بها. نعم. ويستحب التأمين بعد الفاتحة، والسنة للمصلي إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن يقول آمين. نعم. ويقولها الإمام والمأموم والمنفرد، كل مصل. نعم. يجهر بها الإمام والمأموم فيما يجهر بقراءته تبعا للفاتحة، صلاة الليل وصلاة الجمعة، صلاة الكسوف، ما يجهر فيه بالقراءة يجهر فيه بالتأمين، وما تسر به القراءة يسر فيه التأمين. نعم. وكذلك المنفرد إن جهر، كذلك المنفرد يجهر بها إن قرأ جهرا، لأن المنفرد مخير، إن شاء جهر في صلاة الليل وإن شاء أسر، وعلى كلا الحالتين يقول آمين. نعم. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الجماعة. نعم. هذا يدل على أن الملائكة تؤمن على قراءة الفاتحة مع المسلمين، مع المصلين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، هذه زيادة فضيلة. نعم. وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. نعم. وفي رواية أحمد والنسائي إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا من قول من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول آمين، ومن قوله أنه قال قولوا آمين. فتأمين بعد الفاتحة سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد تقدم عن بلال رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها يعني قالت تجتمع أصوات الإمام والمأمومون، فهم ينتظرون إلى أن يؤمن الإمام ثم يؤمنون بعده، لا، بل يؤمنون جميعا تجتمع أصواتهم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالتكبير، ويفتتح قراءته بالحمد لله رب العالمين، يفتتح صلاته بالتكبير، تكبيرة الإحرام، يفتتح قراءته بالحمد لله رب العالمين، وهذا من الأدلة على أن البسملة ليست من الفاتحة. نعم.
ويفتتح قراءته بالحمد لله رب العالمين، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين. هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنه يفتتح الصلاة بالتكبير، والمسألة الثانية أنه يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين إلى آخر الفاتحة. المسألة الثالثة أنه إذا فرغ من قراءة الفاتحة فإنه يقول آمين، هكذا السنة. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بآمين حتى يسمع صوته الصف الأول من المصلين خلفه. نعم. رواه أبو داود وابن ماجه وقال حتى يسمعها أهل الصف الأول. رواه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه وقال حتى يسمعها. رواه أبو داود وابن ماجه وقال حتى يسمعها. يسمعها حتى يسمعها. نعم. أهل الصف الأول. نعم. فيرتج المسجد. يرتج المسجد يعني بأصوات المؤمنين من الإمام والمأمومين. نعم. وفي رواية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين رفع صوته بآمين ويأمرنا بذلك. رواه الأكرم. نعم. يدل على أن آمين يجهر بها في الصلاة الجهرية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. نعم. وفي رواية كان إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. رواه الخمسة. وقال الترمذي حديث حسن. نعم. وفي رواية قال آمين يمد بها صوته. وقال الدارقطني يمد بها صوته، لا يحذفها حذف آمين بل يقول آمين كذا آمين، يمد الألف ويمد الياء. نعم. وقال الدارقطني حديث صحيح. وعوائل ابن حجر رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين. فهذه نعم. كل هذه الأحاديث تدل على الجهر بآمين في الصلاة الجهرية للإمام والمأموم والمنفرد إذا جهر بالقراءة. نعم. فهذه كلها نصوص في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالتأمين، وقد نعم. وقد أمر المأمومين أن يؤمنوا مع تأمين الإمام. نعم. اجتمع في هذه الأحاديث السنة الفعلية والسنة القولية، مما يؤكد استحباب قول آمين بعد الفاتحة. نعم. وظاهره أنهم يؤمنون مثل تأمينه، لأن التأمين في حقهم أوكد لكونهم أمروا به. نعم. فإذا كان هو يجهر به فالمأموم أولى، وقد تقدم إذا كان الإمام يجهر به فالمأموم أولى بذلك، لأن المأموم مستمع. نعم. والمستمع يؤمن على الدعاء، المستمع يؤمن على الدعاء كما حصل من موسى وهارون عليهما السلام لما دعا موسى عليه السلام على آل فرعون إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
هذا دعاء من موسى عليه السلام، أمن عليه هارون، فقال الله جل وعلا قد أجيبت دعوتكما، فنسب الدعوة إليهما جميعا، والداعي إنما هو موسى، وهارون أمن، فدل على أن من أمن على دعاء فقد دعا، من أمن على دعاء فقد دعا به. نعم. وظاهره أنهم يؤمنون مثل تأمينه، لأن التأمين في حقهم أوكد لكونهم أمروا به، فإذا أمروا به بقول قولوا آمين. نعم. فإذا كان هو يجهر به فالمأموم أولى، وقد تقدم التصريح بذلك. نعم. ولذلك فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر بالجهر به وأجمعوا على ذلك. نعم. فروى إسحاق بن راهويه عن عطاء قال أدركت 200 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم ضجة بآمين. ولذلك فروى إسحاق بن راهويه عن عطاء قال أدركت 200 عن عطاء من التابعين، عطاء ابن أبي رباح من التابعين، وهو من تلاميذ ابن عباس، وهو إمام أهل مكة في العلم والعبادة والورع رحمه الله. نقول أدركت 200 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم ضجة بآمين. نعم. كل هذه الأدلة تدل على مشروعية قول آمين بعد الفاتحة. نعم. وأن هذا متأكد. نعم. وعن عكرمة قال أدركت الناس في هذا المسجد. وكذلك عكرمة هذا مولى بن عباس قد روى عنه، فهو من التابعين، عكرمة من التابعين وهو مولى، ويروي عن الناس في وقته. نعم. وعن عكرمة قال أدركت الناس في هذا المسجد ولهم ضجة بآمين. قال إسحاق نعم. قال إسحاق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بآمين حتى يسمعوا للمسجد رجه، حتى يسمعوا للمسجد رجه. نعم. رجه من الصوت يعني. وكل هذا يؤكد القول باستحباب آمين بعد الفاتحة، وأنها يجهر بها الصلاة الجهرية. نعم. ولأن المؤمن داع، ولهذا لأن المؤمن داع على ما أمن عليه، كأنه دعا. نعم. ولأن المؤمن داع، ولهذا قال الله سبحانه لموسى قد أجيبت دعوتكما، وإنما كان يدعو موسى ويؤمن هارون. ومع هذا نسب الدعاء إليهما، دل على أن من أمن على دعاء فقد دعا. نعم. وقد شرع التأمين للقارئ ومستمعه، حتى الملائكة في السماء تقول آمين. نعم. شرع التأمين في هذه المسألة للقارئ وهو الإمام، وللمستمع وهو المأموم، وحتى الملائكة في السماء يؤمنون على الفاتحة، ما يؤكد هذه السنة العظيمة، فلا يتساهل الإنسان بها. بعض الناس ينكرها، الذين لم تبلغهم الأحاديث أو أنهم لم يتمكنوا من العلم ينكرون الجهر بآمين. نعم. وإذا ترك الإمام التأمين أو الجهر به أمن المأموم وجهر به. نعم. إذا أن الإمام ترك التأمين، مثل من يعتقد أنه لا يشرع، يعني في من يعتقد الآن أنه لا يشرع فيترك التأمين، الذين خلفه لا يتركونه لأن هذا سنة،
إذا تركها الإمام فلا يتركونها هم. نعم. وإذا ترك الإمام التأمين أو الجهر به أمن المأموم وجهر به. نعم. وسواء كان قريبا من الإمام يسمع قراءته أو يسمع همهمته أو كان لا يسمع له صوتا فإنه يؤمن. نعم. إذا فرغ الإمام من الفاتحة فكل المصلين خلفه القريبين والبعيدين منه يؤمنون لأجل الحصول على الإجابة من الله عز وجل. نعم. والمغفرة. وسواء كان قريبا من الإمام يسمع قراءته أو يسمع همهمته أو كان لا يسمع له صوتا فإنه يؤمن. ثم يؤمن مع المؤمنين، وما يسمع الإمام لكن يسمع المأمومين فيؤمن. نعم. ثم إن كان في قراءة تركها وأمن ثم يبني على قراءته. نعم. إذا قال آمين والإنسان يقرأ فإنه يترك القراءة يقطعها ويؤمن ثم يعود إلى قراءته. نعم. وإذا ترك التأمين في موضعه لم يأتي به بعد ذلك مثل نعم موضعه بعد الفاتحة، إذا تركه ومضى وقت فاصل، مضى فاصل طويل، فإنه فات محله فلا يأتي به. نعم. وإذا ترك التأمين في موضعه لم يأتي به بعد ذلك مثل أن يأخذ في قراءة السورة حتى يشرع في القراءة. نعم. إذا فات محله فإنه لا يأتي به بعد ذلك لأنه سنة فات محلها. نعم. وقد فات محله فلا يعيده. نعم. وإن ذكر قبل أن يطول الفصل أتى به لأن محله باق ولا يجب عليه سجود السهو. إذا ذكر ولم يشرع في قراءة فإنه يأتي به لأن الفرصة ما زالت. نعم. ولا يجب عليه سجود السهو. إذا تركه نسيانا أو تركه تعمدا فلا يجب سجود السهو له لأن هذا شيء لم يرد. نعم. ولا يجب عليه سجود السهو نص عليه. نص عليه الإمام أحمد يعني. نعم. لا يجب سجود السهو لأجل ترك التأمين. نعم. لأنه دعاء لا يتميز بفعل فلم يشرع له سجود السهو كالتعوذ من أربع في التشهد. كما لو ترك التعوذ من الأربع في آخر التشهد الأخير، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، الرسول أمر بالتعوذ من هذه الأربع، يستحب التعوذ منها، لكن لو تركه أو نسيه إنه لا يسجد للسهو. نعم. وفيه لغتان يعني آمين، آمين فيه لغتان. نعم. وفيه لغتان آمين على وزن فعلي وآمين. نعم. على وزن فاعيل. فاعيل. نعم. آمين فاعيل. وأما الصيغة الأولى فلا يظهر لي معناها. نعم. فالياء ممدودة فيهما وفي إحدى اللغتين يأتي بألف ممدودة بعد الهمزة. إيش قال لك؟ وفيه لغتان آمين على وزن فعلي كذا كتب. ما هو واضح هذا؟ ما هو؟ نعم. وآمين على وزن فاعيل. فاعيل هذا واضح. نعم. فالياء ممدودة فيهما وفي إحدى اللغتين يأتي بألف ممدودة بعد الهمزة فيجتمع فيه كلمة آمين. هذه الألف الممدودة بعد الهمزة مين، هذه الياء هي مدان، مد الألف ومد الياء. نعم. وفي إحدى اللغتين يأتي بألف ممدودة بعد الهمزة فيجتمع فيه كلمتان، وقال القاضي والآمدي هذه اللغة أشبه بالسنة لأن في حديث لأن هذه اللغة يعني التي على وزن فاعيل
هي الأشبه بالسنة. نعم. وقال القاضي والآمدي: هذه اللغة أشبه بالسنة لأن في حديث مد بها صوته. نعم. ولا حجة فيه لأن مد الصوت قد يكون في الياء. يقول: ولا حجة فيه لأن مد الصوت قد يكون في الياء وهو أظهر منه في الألف. نعم. فإن قال آمين بتشديد الميم وأتى بألف أو لم يأتي هذا يغير المعنى. إذا قال آمين هذا لا يصح، يغير المعنى، لأن آمين معنى قاصدين وليس معنى اللهم استجب، فهذا لا يجزي عن آمين. نعم. فإن قال آمين بتشديد الميم وأتى بألف أو لم يأتي بها، قال الآمدي: لا يجوز، لأن آمين قاصدين من قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام. نعم. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوان، ومعنى آمين قاصدين. نعم. ومعناها اللهم استجب. معنى آمين اللهم استجب، لأن دعاء، لأن الفاتحة دعاء، فتقول اللهم استجب هذا الدعاء. نعم. وهي عند أهل العربية من أسماء الأفعال التي يطلب بها، مثل هلما. اسم الفعل هو الذي ليس، هو الذي يأتي فيه معنى الطلب، فيه معنى الطلب لكنه على غير حروف الطلب. نعم. هذه أسماء الأفعال. نعم. وهي عند أهل العربية من أسماء الأفعال التي يطلب بها. نعم. مثل هلما وهيئة وهيئة. هلما يعني أقبل، طلب، هذا طلب يطلب إقباله. هلما ها؟ مثل هلما وهيت. وهيت، قالت هيت لك، قالت هيت لك، أي أقبل. نعم. ولذلك بنيت. نعم، بنيت ولم تعرب، بني آمين ولم تعرب بالرفع أو بالنصب أو بالخفض. نعم. بل هي مسكنة آمين. نعم. وتركها مكروه. ترك قول آمين مكروه، فالإتيان بها سنة ثابتة، تركها مكروه لأنه مخالف للسنة. نعم. قال أحمد: آمين أمر النبي. قال أحمد: آمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أمن القارئ فأمنوا. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أوكد من الفعل. نعم، أوكد من فعله صلى الله عليه وسلم. الفعل عند الأصوليين الأمر أوكد من الفعل، والرسول فعل هذا وأمر به. نعم. وقياس قول أبي بكر وجوبها عن أبي مصبح المقرآئي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري وكان من الصحابة فيتحدث أحسن الحديث. نعم. وقياس قول أبي بكر وجوبها عن أبو بكر من الحنابلة يعني. نعم. عن أبي مصبح المقرآئي قال: أبي مصبح مصبح الإيش؟ المقرآئي. نعم. قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري. نعم. وكان من الصحابة فيتحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير: نعم، إذا دعا الرجل قال له أبو زهير: اختم بآمين لأجل أن يتقبل دعاؤك. فآمين على الدعاء مثل الطابع على الصحيفة. نعم. قال أبو زهير: أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة
فأتينا على رجل قد ألح في المسألة فوقف يعني النبي ألح في المسألة أي ألح على الله بالدعاء. نعم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فسمع منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختم. فقال رجل أوجب يعني استجيب له إن ختم يعني إن جاء بآمين. نعم. فقال رجل من القوم بأي شيء يختم؟ قال بآمين. فما مر أن ختم بآمين هذا أوجب. نعم. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الرجل فقال اختم يا فلان بآمين وأبشر. رواه أبو داود. دل هذا على أن الإتيان بآمين حتى في غير الصلاة، الإتيان بآمين بعد الدعاء حتى في غير الصلاة أنه مستحب. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود والنصارى على شيء ما حسدتكم على آمين، فأكثروا من آمين. رواه النجاد. نعم. اليهود والنصارى يحسدون هذه الأمة على ما آتاه الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ هذا شأن اليهود والنصارى، يودون أن يردوا المسلمين عن دينهم حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق، هذا شأنهم. ومن ذلك أنهم حسدوا هذه الأمة على هذه الكلمة التي تقال بعد الفاتحة وبعد الدعاء لأنها ختام يسبب الإجابة من الله سبحانه وتعالى. نعم. وهي كلمة سهلة ويسيرة. نعم. فإن قال آمين رب العالمين فقال القاضي والآمدي وغيرهما قياس قول أحمد أنه غير مستحب. نعم. لا يزيد عليها، ما يقول آمين رب العالمين أو آمين يا رب العالمين حتى في الدعاء، هذا في الصلاة بلا شك لا يقوله، ولكن حتى بعد الدعاء خارج الصلاة يكفي أن يقول آمين، لأن هذا الشيء لم يرد. نعم. فإن قال آمين رب العالمين فقال القاضي والآمدي وغيرهما قياس قول أحمد أنه غير مستحب، كما لم يستحب الزيادة على تكبيرة الافتتاح. نعم. لا يزاد على ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي ورد عن الرسول اقتصر على آمين فلا يزيد عليها، كما لا يزيد على تكبيرة الإحرام شيئا من الذكر. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو صلى الله عليه وسلم إنما قال آمين من غير زيادة. نعم. يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي في الأقوال والأفعال، ومنها آمين، الرسول لم يزد عليها فلا نزيد عليها. نعم. مسألة ثم يقرأ سورة، هذا المتن، إذا قال مسألة معناه متن العمدة. نعم. مسألة ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال الكلام الموفق. نعم. مسألة ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه. بعدما يفرغ من الفاتحة ويقول آمين يقرأ سورة، الإمام يعني يقرأ الإمام سورة، تكون السورة هذه في الصلوات المفروضة من المفصل، تكون من المفصل من آخر القرآن، والمفصل يبدأ من قاف وينتهي بسورة الناس، هذا هو المفصل، قيل سمي بالمفصل لكثرة الفواصل فيه بين الآيات، وهو يعني خفيف الآيات قصير الآيات جزل الآيات، الغالب أنه في التوحيد كله في العقيدة وسهل القراءة،
فلذلك تكون القراءة في الفرائض في داخل المفصل، هذا الأفضل، هذا الأفضل والأولى. ولكن مع الأسف الآن كثير من الأئمة هجروا هذه السنة، لا يعرفون المفصل ولا يقرؤون فيه، ما أدري ما السبب، يقرؤون من أواسط القرآن، من أوله، من آخر، من طوال السور، من إلى آخره، ويتركون المفصل. وهذا ترك للسنة، هجر للسنة، هجر للقرآن، فلا يجوز لهم هذا العمل. نعم. مسألة: ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، في المغرب من قصاره. نعم. ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، في المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه. نعم، المفصل له طوال، سور طوال من قاف إلى عمة، هذه طوال المفصل، ومن عمة إلى الضحى هذه أوساط المفصل، ومن الضحى إلى آخر سورة الناس هذه قصار المفصل. فالمغرب يكون من قصار المفصل، والفجر يكون من طوال المفصل، وبقية الصلوات من الأوساط، هذا هو السنة. وهذا أيضا لا يشق على الإمام ولا على المأمومين. نعم. قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين. هذا الشرح، انتهى كلام الموفق، بدأ الشرح. نعم. قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين من الصلوات المكتوبات. قراءة السورة بعد الفاتحة. ولو أن الناشر، لو أن الناشر فصل بين المتن والشرح لكان أحسن، يتميز هذا من هذا. نعم. قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين من الصلوات المكتوبات من السنة المجمع عليها. نعم، يعني ما يقتصر على الفاتحة، في الأوليين، في الأوليين من الصلوات لا يقتصر على الفاتحة، هذا خلاف السنة، لا بد أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن. نعم. قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين من الصلوات المكتوبات من السنة المجمع عليها المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولم يرد عنه أنه اقتصر على الفاتحة في الأوليين. نعم. فإن تركها ناسيا فلا بأس، وإن إذا ترك القراءة بعد الفاتحة ناسيا فلا بأس، اقتصر على الفاتحة نسيانا لا بأس. نعم. فإن تركها ناسيا فلا بأس، وإن تركها عامدا كره له ذلك. نعم، إذا تركها ناسيا لا، لم يكره هذا لأنه معذور بالنسيان، أما إن تركها متعمدا فإنه يكره هذا لأنه خلاف السنة. نعم. فإن تركها ناسيا فلا بأس، وإن تركها عامدا كره له ذلك، نص عليه، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. نعم. ويفتتحها بالبسملة، افتتح القراءة بعد الفاتحة بالبسملة، إذا بدأ من أول سورة بالبسملة، لكن تكون سرا، تكون سرا، لا يجهر بالبسملة. نعم. ويفتتحها بالبسملة كما تقدم عن ابن عمر وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأما ما ذكره من مقدار القراءة، ما ذكره الموفق، فأما ما ذكره الموفق من مقدار القراءة في الفجر وفي المغرب وفي بقية الصلوات. نعم. فأما ما ذكره من مقدار القراءة فلما روى سليمان ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان الإمام. يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كان أميرا على المدينة كان يصلي بالمسلمين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم،
وكان يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضائله رحمه الله. نعم. فلما روى سليمان ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان الإمام كان بالمدينة. قال سليمان: فصليت خلفه، فصار يطيل الأوليين من الظهر. نعم. ويخفف العصر ويقرأ، يخفف الأوليين من العصر على النصف كما يأتي، الأوليين من العصر على النصف من الأوليين من الظهر. نعم. ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل. هذا عمر بن عبد العزيز يقرأ بقصار المفصل، ولهذا ومع هذا شهد له هؤلاء الصحابة لأنه أشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الأوليين من العشاء من وسط المفصل. نعم. ويقرأ في الغداة بطوال المفصل. غداة يعني الفجر، هذا معنى قول الموفق في المتن. نعم. رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وله في رواية أحمد قال الضحاك بن عثمان: وحدثني من سمع أنس بن مالك يقول: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال الضحاك: فصليت خلف عمر بن عبد العزيز فكان يصنع مثل ما قال سليمان بن يسار. نعم. وعن جابر يعني يقرأ في المغرب من قصار المفصل، وفي الفجر من طواله، وفي البواقي من أوساطه، وهذا يشبه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الضحاك: وصليت خلف عمر بن عبد العزيز فكان يصنع مثل ما قال سليمان بن يسار. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد. هذا من طوال المفصل، بقاف والقرآن المجيد، هذه السورة من طوال المفصل. نعم. ونحوها، ونحوها من السور التي بمقدارها. نعم. وكانت صلاته بعد إلى تخفيف. نعم. وفي رواية: كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. هذه قصار هذه متوسط، هذه المتوسط المفصل. نعم. وفي رواية: كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السورة. نعم. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما طول في العشاء: أفاتن أنت؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب ويصلي بقومه، يحب أن يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصلي بقومه، تكون له نافلة ولهم فريضة. إلا أنه في مرة أطال الصلاة فقرأ بالبقرة، وكان رجل دخل معه وترك ناضحيه وأقبل صلى، دخل معه في الصلاة، فلما أطال الرجل هذا خاف على نواضحه أن تضيع وتذا، فنوى الانفراد وأكمل صلاته لنفسه وسلم، ثم ذهب إلى نواضحه. بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إن معاذ اشتكى هذا الرجل، أو إن الرجل اشتكى معاذا، النبي غلظ على معاذ، أنكر عليه، قال: فاتن أنت أو فتان أنت، إن منكم لمنفرين، هذا ينفر الناس، وأمره أن يقرأ بقراءة لا تشق على المأمومين. فالعشاء يقرأ فيها من أوساط المفصل، لا يقرأ من طوال السور. الرسول أنكر على معاذ هذا الفعل، والرسول صلى الله عليه وسلم وضع خطة للأئمة، قال: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة،
فإذا صلى لنفسه يعني منفرداً فليطول ما شاء. هذه خطة وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم للأئمة. فأنكر على معاذ، على فضل معاذ ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له، لكنه أنكر عليه هذا الفعل لأجل أن يبين صلى الله عليه وسلم السنة في هذا. نعم، وأن الإنسان إذا خالف السنة ولو كان من أفاضل الناس فإنه ينكر عليه. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما طول في العشاء: أفاتن أنت؟ فلولا صليت يسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. هذا في العشاء. نعم، متفق عليه. مثلها الظهر والعصر. نعم. كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى. نعم. أبي موسى أمير لعمر، على أمير على الكوفة. نعم. كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى أن اقرأ بالناس في الفجر بطوال المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي المغرب بآخر المفصل. رواه أبو حفص بإسناده. نعم، هذا كما سبق يدل على أن القراءة في الفجر من طوال المفصل، لأن الله جل وعلا قال: وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر، سماها قرآنا لأنها تطول فيها القراءة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يشهده الله جل وعلا والملائكة، فتطول فيها القراءة. ولأنها أول النهار والناس قائمون من النوم والراحة، فهم نشطاء يتحملون الإطالة. نعم. ويستحب له أن يطيل الظهر بقدر 30 آية، والعصر على النصف من ذلك. نعم. مثل ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة بقدر 30، وفي الأخريين قدر قراءة 15 آية. هذا إذا أطال الظهر لا يزيد عن مقدار 30 آية، وإلا فالأفضل أن يقرأ من أوساط المفصل. نعم. وفي الأخريين قدر قراءة 15 آية، وقال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية. عندي 15؟ أي نعم، عندي 15. غلط، هذا غلط. 15، لأن العدد مع المؤنث يذكر، ومع المذكر يؤنث، ما بين 9 إلى 3. تقول 9 رجال وتسع نساء، 5 رجال 5 نسوة، 3 رجال 3 نسوة. نعم. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية. نعم. وفي الأخريين قدر نصف ذلك. رواه أحمد ومسلم. نعم. ورواه بإسناده قال: اجتمع 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يجهر فيه من الصلاة. فما اختلف منهم رجلان فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر قراءة 30 آية، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك، وفي صلاة العصر في الركعتين الأوليين على قدر النصف من الركعتين الأوليين من الظهر، وفي الركعتين الأخريين من العصر على قدر النصف من الركعتين الأخريين من صلاة الظهر. قال أحمد يقرأ في الظهر قدر 30 آية وقدر تنزيل السجدة.
نعم يعني 30 آية قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة. نعم. وقال أيضا يقرأ في الظهر بنحو تنزيل السجدة أو 30 آية أو نحو ذلك. قالوا لأن الظهر تشبه الفجر، الظهر لأنها بعد فترة طويلة بينها وبين الفجر يكون الناس قد غفلوا فيطيل القراءة فيها بعض الشيء. نعم. وفي العصر وقال أيضا يقرأ في الظهر بنحو تنزيل السجدة أو 30 آية أو نحو ذلك، وفي العصر على النصف من ذلك. أذهب إلى حديث أبي سعيد. يقول أحمد أذهب، نعم، أذهب إلى حديث أبي سعيد وقال أيضا الركعتان من العصر ولو قرأ أزيد من ذلك أو أنقص جاز. نعم. إلا أنه يكره تخفيف القراءة في الفجر لغير عذر. أما الفجر فيكره تخفيف القراءة فيها من غير عذر، لأن السنة أن تطال القراءة. قال تعالى وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر سماها قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، والله جعلها ركعتين فقط من أجل إطالة القراءة فيها. وكثير من الأئمة الآن هجروا هذه السنة، هجروا هذه السنة، إما أن يطيلوا ويشقون على ويرتلون ويمططون، وإما أن يختصروا ويصلوا بآيات قليلة. هذا هجر للسنة، الأحسن الوسط. نعم. ويكره الإطالة على المأمومين إلا أن يكونوا ممن يؤثر ذلك. أما ما زاد عن هذا المقدار الذي ذكره الشيخ رحمه الله بناء على الأدلة فلا يجوز الزيادة عليه إلا إذا كان المأمومون يرغبون هذا، إذا كانوا يرغبون الإطالة فلا بأس، لأن الحق لهم. إذا كانوا لا يرغبون الإطالة أو بعضهم يريد الإطالة وبعضهم لا يريدها فينظر إلى الذي لا يريد الإطالة. قال صلى الله عليه وسلم للإمام واقتدي بأضعفهم، اقتدي بأضعفهم، لا تأخذ برأي الذي يطلب الإطالة يشق على الضعيف. نعم. ولأن الفجر خففت لأجل طول القراءة فيها. خففت لأجل طول، يعني جعلت ركعتين لأجل إطالة القراءة في هاتين الركعتين. نعم. وقراءتها مشهودة يشهده الله وملائكته. إن قرآن الفجر يعني صلاة الفجر كان مشهودا محظورا، يعني تحضره الملائكة ويشهده الله سبحانه وتعالى، الله وملائكته. نعم. فمن أجل ذلك تطال القراءة في صلاة الفجر. نعم. وفيها وقت استيقاظ الناس من منامهم ونشاطهم إلى الصلاة. وهذا مناسبة أخرى لتطويل القراءة في صلاة الفجر، لأنها وفيها وقت استيقاظ الناس من منامهم ونشاطهم إلى الصلاة، فقلوبهم أوعى وأصفى لقراءة القرآن وسمعه. نعم. فهم يتحملون ويرغبون إطالة القراءة لأنهم قائمون من النوم ونشطاء. وأيضا في معنى ثالث وهو أنه ينتظر أيضا المتأخرين الذين يتوضؤون أو يغتسلون أو تأخروا في الاستيقاظ، فيجعل لهم فرصة في اللحاق بالصلاة. أما إذا خفف فوت عليهم إدراك الصلاة. نعم. وفيها وقت استيقاظ الناس من منامهم ونشاطهم إلى الصلاة، فقلوبهم أوعى وأصفى لقراءة القرآن وسمعه. والمغرب وتر النهار ووقتها المستحب مضيق. كونه يقرأ في المغرب من قصار المفصل، ما المناسبة؟ لأنها وتر، وتر النهار 3، ولأن وقتها مضيق أيضا ليست كسائر الصلوات. نعم. فكما أن السنة المبادرة بفعلها فكذلك بتخفيفها. نعم. لترتفع مع عمل النهار، لأنها ختام صلوات النهار ترتفع مع أعمال النهار. نعم.
والعشاء بعدها النوم، وفي إطالتها إضجار للناس وإملال لهم. كونه يتوسط بالعشاء رفقا بالناس، لأنه وقت راحة الناس وتطلعهم للنوم، قد يكونون متعبين فيخفف بقدر أوساط المفصل من أجل ملاحظة حالة المأمومين. نعم. والعشاء بعدها النوم وفي إطالتها إضجار للناس وإملال لهم، وقتها شاسع فيتوسط الأمر فيها. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ لما أطال في صلاة العشاء. نعم. وأما الظهر والعصر فقال القاضي يقرأ في الركعة الأولى 30 آية نحو ما ذكرنا من السور. هذا أكثر قراءة في الظهر. نعم. فقال القاضي يقرأ في وأما الظهر والعصر فقال القاضي يقرأ في الركعة الأولى 30 آية نحو ما ذكرنا من السور في صلاة الفجر، وفي الثانية على النصف من ذلك، وفي العصر على النصف من ذلك. نعم. وقال الخرقي وابن أبي موسى يقرأ في الركعة الأولى بنحو من 30 آية، وفي الثانية بأيسر من ذلك. لا. وفي العصر على النصف من ذلك. لا. وهذا معنى كلام أحمد. لا. وقد روى ابن ماجه حديث أبي سعيد فقال فيه قاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر 30 آية، وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك، وقاسوا ذلك في صلاة العصر على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر. لا. وأكثر الأحاديث على الأولى، فإن حديث أبي سعيد وأبي هريرة وأنس المتقدم يدل على إطالة الأوليين من الظهر، إلا أن قراءة الفجر بكل حال أطول من سائر الصلوات. نعم. وكل ذلك متقارب، لأن قراءة الجهر يقع فيها ترتيل وترسيل فيطول بذلك بخلاف قراءة السر. نعم. وتطويل الظهر لأنه ليس قبلها صلاة فأشبهت الفجر، والعصر قريبة منها فخففت. نعم. مع أن وقت الظهر وقت فراغ لغالب الناس، ووقت العصر وقت شغل. نعم. وينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات. نعم، هذا هو السنة، يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات، لا يجعل الركعتين متساويتين. نعم. في القراءة والتطويل الصلاة تكون متدرجة، أولها أطول من آخرها. نعم. وينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات، فإن عكس ذلك كره ذلك ونهى عنه الإمام، نص عليه، نهى عنه الإمام أحمد يعني. نعم. لأن في حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول في الركعة الأولى مما لا يطول في الثانية. نعم. وهكذا في العصر، وظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. يعني الحكمة من إطالة الركعة الأولى لأنها أول الصلاة، فيعطي الناس فرصة ليدركوا الركعة الأولى إذا طولها. نعم. فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، وهو حديث متفق عليه، ولأنه إذا أطال الأولى أدرك الناس الركعة الأولى. نعم. ولأن النفوس أنشطوا في أول الصلاة. نعم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركعات الأول من قيام الليل على الأواخر. نعم. ولذلك أطيل الركعتان الأوليين من الصلاة على الأخريين، وأطيلت الصلوات الأولى فالأولى على التي بعدها. نعم. فصل. يكفي. علم غزير رحمه الله، أقول علم غزير في هذا الشرح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل حينما ننصح الذين يبالغون بالتجويد والقراءة بالتجويد يقولون هكذا وردت الرواية أنهم
قد أقرئوا بهذه الرواية وهذا التجويد. يقول كيف نجيب عن ذلك؟ يقولون نعم، يقولون هكذا أقرئنا بهذه الرواية. أقرئنا؟ نعم، أبدا ما أقرئوا بهذه الطريقة. القراء المشهورون لا يقرؤون بمثل قراءة بعض الشباب من المبالغات والتمطيط والتكرار والتقطيع. ما ينكر القراء، القراء المشهورون ينكرون هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يسن التأمين خارج الصلاة؟ فإذا قرأ شخص سورة الفاتحة خارج الصلاة وسمعه آخرون، كل دعاء، كل دعاء يؤمن عليه، الفاتحة وغيرها، كل دعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عرفنا أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة إذا لم يتمكن المأموم من قراءتها، هل يتحمل الإمام كذلك الأذكار التي تقال في الركوع والسجود إذا لم يأتي بها هذا المأموم؟ الإمام يتحمل عن المأموم مسائل، منها قراءة الفاتحة على المذهب، ومنها سجود السهو إذا سهى المأموم خلف الإمام وكان معه من أول الصلاة، فإن الإمام يتحمل سهو المأموم إذا كان معه من أول الصلاة إلى آخر 8 مسائل تحملها الإمام عن المأموم، نظمت في بعض الأبيات، تجدون هذا في حاشية الشيخ العنجري على شرح الزاد، المسائل التي يتحملها الإمام عن المأموم. أولها يقول يتحمل الإمام عن مأمومي 8 تعد في المنظوم، ثم ذكرها إلى آخرها. أنا لا أحفظها الآن جميعا لأني بعيد العهد، لكن تراجعونها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، هل هذه الجملة اشتراطية؟ فإن لم يؤمن الإمام لم يؤمن المأموم أو لا يؤمن المأموم؟ لا، الإمام يؤمن، ما يترك التأمين، والمأموم لا يترك التأمين، متأكد، سنة مؤكدة، حتى لو تركها الإمام فالمأموم لا يتركها، يرفع صوته بها. نعم، كما مر بكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإمام يتأخر في التأمين فهل للمأموم أن يؤمن قبله؟ ما يتأخر تأخرا طويلا مثل ما يفعل بعض المبتدعة أو الجهال، إنما بمقدار، يمدها بمقدار، أما أنه يمدها طويلا مثل ما يفعل بعض المبتدعة فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقولوا آمين، هل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ هذا للاستحباب، يقول آمين، هذا أمر استحباب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم المسيء في صلاته أن يقول آمين، دل على أن هذا مستحب وليس واجبا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك طائفة من الناس يؤمن إمامهم أولا ثم يؤمنون بعد تأمين الإمام، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل التأمين في الدعاء، في دعاء الوتر، كالتأمين في الفاتحة من ناحية الجهر ورفع الصوت؟ لا، ما هو مثل التأمين في الفاتحة برفع الصوت. نعم، يؤمن المأموم لكن ما يرفع صوته ويشوش على الناس. نعم، بقدر ما يسمع نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشرع أن يختم الإمام دعاء الوتر في التراويح أن يختمه بقول آمين؟ لا، ما ورد هذا، يختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
يقول إذا دعا المصلي حال سجوده فهل يقول بعد انتهائه من الدعاء في السجود يقول آمين؟ إذا إيه؟ إذا دعا المصلي حال سجوده فإذا انتهى من الدعاء هل يقول آمين؟ ما ورد هذا، ما ورد أنه يؤمن في السجود ولا في الركوع إذا دعا، ما ورد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول تغيب إمام المسجد فتقدم أحد الحضور وقرأ بالفاتحة فقال الحمد لله رب العالمين بكسر اللام، هل تصح الصلاة؟ لا، هذا يحيل المعنى، هذا لحن يحيل المعنى ولا تصح الصلاة به. نعم. ويقول حفظك الله، هل يجب علينا نحن إعادة الصلاة؟ نعم لابد. نعم، لأن هذا غير المعنى، يعني يكون رب العالمين فقط والجهال ما هو برب لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل زيادة آمين رب العالمين هل هي جائزة في غير الصلاة؟ لأن سياق كلام ابن تيمية رحمه الله يدل على أن هذا النهي هو في الصلاة فقط. ما ورد هذا، ما ورد هذا، لكن لو فعله ما ينكر عليه، لكن هو ما ورد، تركه أحسن. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كنت مقبلا على المسجد وسمعت الإمام يقرأ الفاتحة فهل يشرع لي أن أؤمن بعد انتهائه من الفاتحة؟ لا، أنت لست في الصلاة، لست في الصلاة حتى تؤمن تبعا مع الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف الجمع بينما ثبت أن صلاة المغرب يقرأ فيها بقصار المفصل وبينما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمغرب بالأعراف وبالطور وبالمرسلات؟ هذا في بعض الأحيان، لكن الغالب أنه من قصار المفصل، كونه في بعض الأحيان يقرأ طوال لا بأس بذلك، لكن بشرط أن لا يشق على المأمومين. إذا كان كما سمعتم، إذا كان المأمومون يرغبون هذا لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان من خلف الإمام غالبيتهم من الشباب هل يجوز للإمام أن يطول بالقراءة؟ إذا كان إيه؟ من خلف الإمام غالبيتهم من الشباب، ينظر إلى الضعفاء ما ينظر إلى الشباب، ينظر إلى كبار السن ولا المرضى يخفف من أجلهم ولا ينظر إلى الأقوياء. نعم. فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم واقتدي بأضعافهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إمام مسجدنا صلى بنا يوم الجمعة فقرأ في الركعة الأولى والركعة الثانية بسورة السجدة قسمها بالنصفين، وفي الجمعة الثانية قرأ في الركعة الأولى والثانية بسورة الإنسان، هذا خلاف السنة. سورة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة، ما هي في صلاة الجمعة، ما هي في صلاة الجمعة، هذا خلاف السنة. نعم، إذا كان يريد العمل بالسنة يقرأ هاتين السورتين في صلاة فجر الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثير من الناس اليوم ينكرون على الإمام إذا قرأ مقدار وجه من طوال المفصل. مقدار إيش؟ مقدار وجه من صفحة من طوال المفصل أو أوساط المفصل، وهذا يكون على ركعتين، ويذكرونه بحديث معاذ. يقول هل التخفيف يكون حسب أهواء الناس وطلب الجماعة؟ التخفيف والتطويل حسب السنة، يكون حسب السنة، والفجر تطول فيها القراءة ولا تخضع لرغبات الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الكتاب المناسب الذي تنصحون به ليقرأ على جماعة المسجد
في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. رسالة الشيخ ابن باز في صفة الصلاة موجزة، وأيضا هي خلاصة لما ورد في الأحاديث، رسالة طيبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة في بعض الأحيان، لأن الصحابة قدروا ركعتين الأخريين من الظهر بخمس عشرة آية؟ الأكثر والمعروف في السنة أنه يقتصر على الفاتحة. بعض العلماء يجيز أنه يقرأ في الركعتين الأخيرتين شيئا من القرآن مع الفاتحة، ولكن هذا ما عليه إلا القليل من أهل العلم. نعم. السنة المعروفة والتي عليها الأكثر أنه يقتصر على الفاتحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ ثلث الليل، ينتهي بثلث الليل. نعم. وإن كان ولا بد إلى نصف الليل، هذا آخر الوقت المختار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في العصر الحاضر أصبح الناس يسهرون في الليل، فإذا جاء الفجر بدأ عليهم النعاس وعدم النشاط، فإذا أطال الإمام شق عليهم، فهل يراعي ذلك ويخفف؟ ما يغير السنة علشان تغيير الناس الليل والنهار، يجعلون النهار ليلا والليل نهارا، ما يغير السنة من أجل ذلك، بل يلزم السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل يدخل المسجد بعد أذان الفجر ثم يصلي أربعا قبل الفجر، فسألناه عن ذلك فقال إنه لا مانع أن أصلي أربعا قبل صلاة الفجر، هل فعله هذا صحيح ومشروع؟ هذا غلط، هذا غلط منه. لا صلاة بعد طلوع الفجر، لا نافلة بعد طلوع الفجر إلا راتبة الفجر فقط. نعم. فنبهوه إلى أن هذا خطأ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أصلي بالليل فأفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. نعم. ثم أطيل الباقي بعد ذلك. نعم. فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم، هذا هو السنة، أنك تفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يدخل المسجد، اعتاد أن يدخل المسجد في آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر، فيصلي تحية المسجد ويطيلها لأجل أن يدرك ساعة إجابة، هل فعله هذا مشروع؟ لا، الدعاء في ساعة الجمعة لا يكون في صلاة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، يعني يدعو، قائم يصلي يعني قائم يدعو، لأن الدعاء يسمى صلاة. أما أنه يشرع صلاة لأجل الدعاء في ساعة يوم الجمعة، هذا شيء لم يرد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص باع أرضا ولم يعقد العزم على بيعها، ولم يعقد العزم على بيعها إلا قبل ستة أشهر من البيع، هل عليه زكاة فيها؟ باع أرضا ولم يعقد العزم على بيعها إلا قبل ستة أشهر من البيع. ما ينعقد البيع اللي متردد فيه، ما ينعقد البيع، لازم يكون مجزوما به ولا ما يصح. إذا باعها بيعا مقطوعا به وانتهى العقد وتم صح، فإنه يزكي قيمتها إذا حال عليها الحول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن مجموعة من الشباب كنا في يوم العيد بمنى، وبلغ بنا الجهد والتعب بلوغا شديدا، وكنت إمام الجماعة، ف
فأمروني بالجمع بين صلاتي الظهر والعصر لشدة التعب، وأنهم لن يستيقظوا إلا قبيل المغرب، فجمعت بهم مع العلم بأنني أعلم أنه في يوم العيد تكون كل صلاة في وقتها. سؤاله: هل فعلي هذا صحيح، وهل يكون هذا عذرا؟ نعم، فعلك هذا جائز لأنكم مسافرون، ولكن خلاف الأفضل، الأفضل أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصلى كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، هذا هو الأفضل. إذا احتاج إلى الجمع مثل حالتكم هذه فلا بأس إن شاء الله. نعم، لأنكم مسافرون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أمتلك أرضا وقد اشتريتها قبل 7 سنين بمبلغ وقدره 1,000,000 ريال، وقد عرضتها للبيع وزكيت عنها لمدة 2 سنين، وبعد ذلك لم أملك مالا من أجل إخراج الزكاة عنها، يقول: وقيمتها الآن تساوي 700,000، يقول: ما الواجب علي في ذلك؟ الواجب عليك زكاتها في كل سنة بما تساوي، تقدرها كل سنة بما تساوي وتزكيها، وكونك ما زكيتها لأن ما عندك نقود تثبت الزكاة في ذمتك دين، تثبت مقدار الزكاة دينا في ذمتك، تخرجه إذا أيسرت عن السنوات. وأما في السنة الأخيرة وأن قيمتها هبطت، أنت تزكي سعرها، تزكيها بسعرها الحالي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجب علي إذا رأيت من أخي المسلم، إذا رأيت منه خطأ، هل يجب علي أن أنصحه إن استطعت، أم أتركه على أخطأ؟ لا، ما تتركه على خطأ، هو سيحاسبك يوم القيامة أنك رأيته على خطأ ولم تنبهه، فنبهه، احتسب الأجر ونبهه، خذ بيده إلى الخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الواجب على الوالدين في الجنين الميت في بطن أمه وعمره ما الواجب على الوالدين في الجنين الميت الذي في بطن أمه وعمره 4 أشهر أو 5 أشهر فما فوق من الصلاة عليه وتسميته والعقيقة، ما الواجب عليهما في ذلك؟ كل هذا يشرع أنه يجب أنه يغسل، يجب وجوب أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأن له أحكام الجنائز. وأما تسميته والعقيقة عنه هذه مستحبات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: طفنا طواف الوداع ولكني مرضت فلم أستطع أن أخرج من مكة مباشرة، بل مكثت قرابة 7 ساعات حتى تعافيت ثم خرجت، فهل علي شيء في ذلك؟ إذا كنت بت فيها بعد الوداع ينتقض الوداع فتعيده. أما إذا كان مثلا بقاؤك فيها لأجل التهيؤ للسفر وإعداد العدة للسفر وجمع تحميل العفش وما أشبه ذلك، أن تشتغل بالسفر فلا بأس، ما ينتقض الوداع. لكن إذا جلست فيها للراحة مدة طويلة أو نمت لا ينتقض وداعك، لا بد من إعادته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج في اليوم 15 من ذي الحجة، فهل فعله هذا صحيح؟ فهل فعله هذا صحيح؟ نعم، لأن طواف الإفاضة يجوز في 15 وفي آخر الشهر، ليس له نهاية، وقت طواف الإفاضة ليس له نهاية، إنما البداية، بداية طواف الإفاضة هي المحددة في منتصف الليل من ليلة العيد أو بعد ارتفاع الشمس، هذا بدايته محددة. أما آخر وقت طواف الإفاضة فلا حد له، يجوز يوخره
يؤخر إلى 15 إلى 20 إلى 30 إلى ما بعد ذلك. المهم أنه لا بد منه، ما يتركه، لا يتم حجه إلا به، فلا يتركه متى ما طافه أجزأ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا وافد إلى هذه البلاد ومتزوج، وزوجتي في بلدها، يقول: لا أستطيع أن أسافر إليها، فهل يجوز لها أن تركب الطائرة بدون محرم فيوصلها محرمها إلى المطار وأنتظرها أنا في المطار هنا؟ ولم أن الطائرة راحت تغير مجراها لعارض من العوارض، من يستقبلها؟ راحت البلد آخر أو مطار آخر؟ لا، لابد من محرم معها، خلها في بيتها لما يجي محرم يجي معها، وإلا تبقى في بيتها والحمد لله. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.